ممتاز ممتاز ما شاء الله. تصدق دقت شوي واجد بس مثل ذا ما قد دقت. بالعافية بالعافية بالعافية. الله يعافيك. شكلك طالع على جدك فالشوي. كيف؟ شعرك من جدي؟ ها؟ شعرك من جدي؟ والله ما أعرفه بس الموضوع موضوع ذهانة صعب أشرح لك. إيه. كل كل ذهانة ها؟ كل كل يوم أنت هنا؟ إي والله كل يوم الله يحييك كل يوم. كفو كفو يا ولد احرق اعصابي جنني يا ولد اشغلني اشغل حياتي وش نسوي ذا طول يا ولد ما بدهاش انزل فجر ام القزاز وخذ شنطتنا وخلنا نسر يا ولد تقاها اي اسهرها دقايق وجايك حرامي حرامي وقف وقف حرامي وقف 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 وش السالفة يا ولد؟ ما سويت شيء يا ولد. لا حول ولا قوة إلا بالله. وش أقول الحين؟ وش أقول؟ والله إنك بصير. هلا والله يا زعيم. وين الشنطة يا مسعود؟ موجودة طال عمرك بس اني بنشرت يعني اصلح الكفر واجيك. وشلون بنشرت؟ انا اسمع السيارة تمشي. كانت مبنشرة وتأخرت وحبيت نعطيك التفاصيل كاملة اكون معك واضح. اسمعني زين. والله لو يصير الشنطة شيء وما تجيني. اني لعنت في راسك لا انت ولا الكدش اللي معك. بسرعة! النكبة دي الشنطة لازم تجي لازم تجي والله ما أخليه والله لو تطير السحاب إني وراك وراك لو تدخل بيتك بدخل وراك أبوك يا التعب هالحين وش سالفة الشنطة اللي بلشنا فيها؟ خلنا أروح أريح ولنا عودة. السلام عليكم. لا تلف وتدور. الشنطة وين؟ الشنطة الشنطة بتجي هالحين طال عمرك بتجي هالحين. أبو سند أنت قايل إنك بترسل رجال أكفاء ومحترفين ويخلصوا لي هالموضوع ذا في ساعة. صح ولا لا؟ صح طال عمرك صح. بس صار عليهم ظرف بغي يصير عليهم حادث في الدائري بس الله استر عليهم وسلم. جعل ما يسلم منه محد. أنا أهم شيء عندي الشنطة الآن. الشنطة لو يصير فيها شيء أبنهيك. وأنت عارفني. عارفني زين يا ابو سند دق عليهم دق عليهم ابشر طال عمرك ما في ابشر دق عليهم الان ان شاء الله الان اتصل انا الان الو مسعود وين الشنطه اها يعني حطيتها في المكتب طيب طيب الخبل ودها للمكتب ودها أنا بروح أجيبها الحين طالعك مرة ثانية عمليات من هالنوع لا ترسل زي هالأغبياء رح الله لا يهينك وسوها بنفسك تفهم ولا ما تفهم؟ أبشر طالعك أبشر تعال 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 إيش لفتك ذا؟
سيفر لقيته في الملحق. غبي انت، الحين مو عاجبك الفلوس والذهب اللي ماخذينه ذا كله؟ هذا ما حيجيب لك ولا 50 ريال. ذبه ذبه ذبه، يلا 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 بسرعه، يلا يلا يلا. هلا بريحتها لي، هلا بكل اللي لي، هلا بالوالده الغاليه، سمي امريني. يمه الثلاجه خربت وكل الاكل اللي بداخلها خاص، ابيك تسحبها للحوش وبكره من الصبح توديها الصيانه. وبس بس ابشري بعزس، ما طلبت شيء. ابى اجزها ليها يمه، روحي ريحي. ما تبي اساعدك؟ تسلمي، ما تقصري. يعطيك العافيه. اوف ابوك الريحه. بسم الله. يمه الثلاجه خلصت. وشلون؟ الموضوع يبي له شويه حكمه وذهانة من الأخير. وراثة وراثة؟ والله ما أردم نبوك إلا جدك.